صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا بقى، النهارده انا هعمل مقلب في الدنيا. هو مش مقلب، يعني هي بقى وحظها عملت حاجه وحشه، حلوه اتكلمت ما اتكلمتش، الكلام ده هراقبها من الاخر. النهارده بقى يعني بجد انا كنت يعني عايزه اعمل لها الفيديو ده من بدري، عشان ايه؟ لو عملت حاجه لكينو هي عارفه هيحصل لها ايه. بس وانا عارفه طبعا ان هي بتحبه وكل حاجه، بس اللي هو بقى انا شفت الفيديو ده فكرته عجبتني قوي بصراحه، فقلت ان انا هعمل كده النهارده. انا دلوقتي اهو في بيت دنيا، ومفروض ان انا هسيب كنان ورايحه مع عبده مشوار وكده. هسبب بقى الموبايل في اي حته واسيبه بقى زي ما اسيبه، واللي يحصل يحصل بقى. شوف بقى كنان اصلا هيعمل ايه مع عليم، لان هو بيحب ليل قوي بصراحه، وليل ما بيطيقش حد، ما بيطيقش حد اصلا يلمسه ولا حد يقربه. يلا بينا بقى عشان نبدا الفيديو. بقولك لو كده خلاص انا نازله دلوقتي. هيا دنيا، هسيب معاكي كنان كده ونازله اعمل عبده ايه.
يلا ناكل مر، يلا ناكل مر، هناكل مامي يا هيلا، يلا. يلا يا ليل.